اليوم درس كبسة الدجاج أو الرز بالدجاج. البناتي اللي توهم متزوجات ولا مقبلات على زواج ولا المبتدئات، هذه طريقة كبسة الدجاج بإذن الله. أول ما أبدأ معكم إن شاء الله بتنظيف الدجاجة. هذه هي الدجاجة، شوف أول شيء نشيل أطراف الجناحين، هذا شفتوا طرف الجناح، نشيل الذيل، مع ان كنا والله نتهاوش عليه اول، بس الحين قالوا مضر ما مضر، قلنا يلا مضر نشيله. شفتوا الذيل نشال، اقطع الدجاجة مع النص. طبعا اذا انت عائلة صغيرة مثلا زوج وزوجتي بس نص تكفيكم، حطوا النص الثاني بكرة. نصناه من النص، كل الأشياء هذه اللي هنا الزوائد كلها تشال. شوف الأشياء اللي تجيب زفرة تجيب دهون وتجيب هذه كلها تشيلينها هنا، اللي برقبه كله ينشال. شفت العمود الفقري هذا؟ شيلينه، هو اللي يضربون به الان الهرمونات. كله ان شاء الله العمود الفقري، العمود الفقري هذا تشيلونه خلاص. شفتوه اي شيء فيه زايد هذا ما تبونها. شوف الدجاجه شلون صارت، شلنا الجنحان الذيل، شلنا اللي برقبه وشلنا الزوايد اللي تحت وكل شيء. شوفوا الحين خلاص الحين نبدا تغسيلها، بوريكم شلون تغسلون الدجاجه. الان نجي لتنظيف الدجاجه، احط عليها ليمون بقشره واحط عليها خل. شفتوا الخل هذا، اشتري الجراك الكبار انا خصيصا لتنظيف الدجاج والاسماك والاشياء. احط تقريبا فنجان خل واحط عليه ماء وانقعه تقريبا ربع ساعة كذا، بعدين اغسله. تعال شوف شلون الماء سبحان الله يتغير، الخل والليمون يشفط سبحان الله كل شيء، يشفط الدهون ويشفط الزفرة ويشفط الدم اللي متجمع بين الجلد واللحم، يطلع كل شيء مو بمرغوب فيه بإذن الله. الحين ابغى انقعه واوريكم شلون الماء يتغير. انا كل طبخة ابدا معكم من الصفر من الالف الى الياء. شوفي انا مقدوري اني ابدا اطبخ الكبسه وخلاص، لكن انا بعلمكم من كل شيء، من تنظيف تقطيع الدجاج للتنظيفه للطبخه للكبسه لكل شيء، عشانكم تعرفون على سنع وتعلمون على سنع باذن الله. احط عليها الحين ماء، انقع بماء، ادعكها بالليمون شوي واخليه ينقع تقريبا 10 دقائق ربع ساعه. شفت الليمون كذا، أدعكه بالليمون شوي وخليه تنقع. شوف بدا لون الماء يتغير سبحان الله، الخل له قدرة عجيبة سبحان الله بشفط كل اللي بالدجاج وبالليله الاسماك وباللحوم، يطلع التياو ما شاء الله نظيف وريحته تهبل. فانتم اذا ما عندكم ليمون استخدموا الخل لحاله بتنظيف الدجاج. شفتوا خواتي بعد ما نقعناها الدجاجة بالخل شلون صار لون الماء، شوف شلون سحب كل شيء، سحب الدم وسحب الزفرة وسحب كل شيء. الحين ارجع اغسله، شوفوا شلون قطعة الدم طلعت. الحين ارجع احطه تحت البزبوز واغسله بالمرة، انظفه من الخل ومن كل شيء واكشله واطبخه. طبعا خواتي اذا بالكبسة صار فيها زفرة، زفرة الدجاج في خربت عليه كل الطبخة، لازم انتم تنظفون الدجاج كويس قبل تطبخونه عشان ما يطلع بالرز زنخه ولا زفره ولا اي شيء مو بزين. فاهم شيء انكم تنظفون الدجاجه زي ما وريتكم. طبعا بعضهم يشيل الجلد، اللي ما يبيه يشيل الجلد، لكن انا افضله مع التحمير يطلع بالمره لونه حلو وجميل. من اول والله ما كنتش نتاوش عليه على الجلد وعلى مكاوه هذي الذنب وكل شيء، لكن الحين طلعوا لنا كل شيء مضر مضر، قلنا يلا مضر نشيله مو بلازم. الآن نجي لتكشين لا إله إلا الله الدجاجة، نولع النار
شوفوا حطيت بصل هنا، حط عليه شوي زيت، زيت نباتي. كشنا البصل، احط عليه بهارات عدله. شفتوا هنا درسين وورق غار وشوي هيل، خليه ينحمس مع البصل عشان تطلع ريحته. بحرك الحمص ضروري خواتي، انكم تحمسون وتقلبون، مو على طول تحطون الدجاج تكون عليها الماء. الحمص يشيل الزفره، الحين بعض الناس يحط الدجاجه ويحط عليها الماء لين يشيل زفرته، يشيل زفرته بعدين يحط عليها البصل والبهارات، ما يصير له طعم. صدقون الحمص، كثره الحمص ما تطلع للدجاج زفره ولا تطلع رغوه ولا تطلع شيء ابد، وينحمس يطلع ما شاء الله طعمه لذيذ ومن احسن ما يمكن. انحمس البصل وطلعت ريحته بهارات. الحين احط الدجاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. لونه وشلون؟ لونه يجنن. بحط عليها بهارات الكبسه. اي بهارات عندكم بس ما يصير فيها كركم كثير عشان ما يصير لون الكبسه اصفر. بحط فلفل اسود شوي. فلفل اسود. وهي شيء بسيط. وحمص. قلب الدجاجة لين تنحبس مرة مع البهارات العدلة والمطحونة وكل شيء، يتغير لون الدجاجة، إذا تغير صار أبيض خلاص ذيك الساعة أحط عالية الماء. من زان حمسه زان طبخه، معروفة القاعدة دي. اليوم أغطي الحين أخليها تنحمس شوي قبل أحط الماء. هنا الرز خواتي غسلته أكثر من مرتين، تقريبا 3 إلى 4 مرات، لين تروح مادة النشا اللي فيه، مادة تطلع فيها زي الحليب كذا يصير لونها ألمع. لازم تغسلونه لين يصير ليلة للماء صافي بالمرة، لأن مادة النشا اللي بالرز هي اللي تخليه تلبد، ما يصير نثري ولا تطول حبة ولا شيء. لازم تغسلونه زين خواتي. الحين غسلته شوفوا زي ما تشوفون أكثر من 3 مرات، أحط عليه ملح نقع وملح خشن. ملح الخشن ما يخليه يتكسر، تخلي حبته طويله وشزينه، ونقعد ما فاتر، مو بحار مغلي فاتر. لان بعض الرز يخوننا يصير جديد فيمو علينا يتلبد ولا يصير زين، فانتم احرصوا على الرز اللي يصير تاريخه قديم، يصير تحمل الطبخ ويصير نثري وشزينه. فانا بنقعه رز جديد ما ادري انا بنقعه ما فاتر، مو بحار مغلي، لا حطيت عليه ملح عشان ما يتكسر. لون ونتغير لون الدجاج وانحمست، احط عليها المويه. وانا طبخت لكم قدر عادي عشان اكثر البنيات ما يخافون من قدر الضغط ولا يطبخون فيه، انا طبخت لكم قدر عادي عشان تشوفون كل شيء. طبعا اذا كان كانت الكبسه بقدر عادي ما نملح الدجاج على طول لانه ياخر بالاستواء سواء كان لحم او دجاج. اذا كان بقدر عادي اخروه لين قبل 10 دقائق يستوي، املحوه عشان ما يأخر استواءه. هذه معلومة. الحين حطيت الموية عليه وبخليه تقريبا، دجاج سيرة كبيرة 1000 جرام، أبخليه تقريبا ساعة إلا ربع، أو أشوف نص ساعة إذا استويت ولا لا. أغطيه الحين ويلا أرجع لكم بعدين. هذا ليمون أسود حطيت عليه ماء مغلي، جخرته وحطيت عليه ماء مغلي عشان يلين. ما بيحطه مع الدجاج عشان ما يسود، تسوي يسود المويه، ولا مع الرز عشان ما يسود. ابى نقعه لحاله لين تجي كبه الرز باذن الله مع الفلفل الحار حبحر. الحين مر نص الوقت، الحين بملحه. ملحه ملح خشن خواتي، هو اللي يملح زين، الناعم لو تبتدين تكبين ما ملح، ملح خشن ما شاء الله يملح على طول. شوف الدجاجه تقريبا خلاص استوت، أخذت ساعة إلا ربع، لأن دجاجتي كبيرة أنا، الدجاج الوسط ولا الصغير أبد نص ساعة يكفيه بالقدر العادي. الحين أطلعه وأتبله وأدخله الفرن تنشوي. تبل الدجاجة، هنا حطيت صلصة مع شوي كركم مع بهارات شوي، حطيتها سائلة. تبل بها الدجاجة. الحين أدخلها الفرن من فوق تتحمر. وعلينا عليكم بالعافية. رش عليها شوي زيت خواتي عشان ما تنشف.
سر يابسه اذا حمرتيها، فانتم حطوا عليه شوي زيت، زيت زيتون، زيت نباتي عادي، ودخلوا الفرن. شفتوا هذا مويت الدجاج، صفيته بالمره من البصل من كل شيء. الحين احط الليمون الاسود والفلفل واكب الرز. بس لازم خواتي لاحظوا، لازم تضبطون كل شيء قبل تكبون الرز، تشوفون الملح، تشوفون الزيت، توزنون كل شيء قبل لا تكبون الرز. اذا كبيتوا الرز خلاص انتهى كل شيء. فانا اقول لكم لازم تذوقون كل شيء، الملح، الزيت، اذا كان ناقص زيدوا الزيت، يطلع نثري الرز واحسن. ما شاء الله ملحه مضبوط، والزيت بزيدوا شوي زيت، لكن الان بكب الرز. بزيد شوي زيت شوي عشان يطلع نثري وزين. والحين خلاص بكب الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا خواتي، ايا كان كمية رزكم قليل او كثير لا تكثرون الماء، يدوب اللي يغطيه قدر انش بس فقط. دائما اقول لكم قللوا الماء ولا تكثرونه، اذا قللتوا تقدرون تتصرفون بعدين. شفتوا قاسي تدورون عليه ماء، لكن اذا كان كثير تبدا بحليب، بيصير لين عليه متلبد ولا هو بزين. فانتم دايم قللوا قليله الماء ولا تكثرون زي ما قلت لكم. شوفوا الحين كبيته، شفتوا الماء شلون يدوب اللي يغطي الرز بس. وان شاء الله اذا شرب عاد بشوف اذا يحتاج زياده ولا ما يحتاج. احس شوفوا نبر، خلاص اغطيه بس ما اغطيه كثير، ها اغطيه نص قطايه عشان ما يلين الرز علي، واذا نشف مره ارجع واشوف. شوفوا خواتي بقول لكم معلومه عن الرز، اذا كبيتوه ونشفت مويته، شرب مويته وصارت الحبه اللي فوق يعني ما هي مستويه مره، قاسيه شوي، لكن شفتوا تحت في ماء، في ماء شوي ماء زي كذا، ها ما شربت مويته، فخلاص لا تزيدونه ماء، لان البخار اللي تحت يبرق على فوق وبيخليه يستوي. مع الكشنه اذا حطيتوه ما شاء الله خلاص كفيله بانه تخلي الرز ما شاء الله مستوي ونثري وحبته طويله، فلا تزيدونه خلاص. لكن اذا شفتوه قاسيه مره وتحت ناشف ما في ماء، ديروا عليه شوي مويه مع الكشنه خواتي، مع البخار، مع كل شيء، يبي يخلي الحبه تستوي وش زينه. الحين خلاص شوفوا شلون ابزين الكشنه الحين وحطه فوق وخلاص، وقصروه نص ساعه، ما في اقل من نص ساعه بعد كبه الرز وبعد ما تحطين الكشنه. قصري عليه نص ساعه عشان تمسمس على قولتهم ويسكر ويزين، تطول حبته ويزين. هذه معلومه، مو اذا كبتوه نشف خلاص على طول تغرفون. هذا الكشنه، الكشنه خواتي هي تاج الرز ويطعمه، هي لذاذته. فانت جربي سوي رز من غير كشنه وسوي رز بكشنه، شوفي المنوكل اللي بالكشنه وطلع طعم لذيذ فاخر وملكي ويهبل. فالكشنه هي سر لذاذه لا اله الا الله الرز. انا حطيت هنا بصل، سواء تقطعونه جوانح او مربعات اللي انتم تبون، حطوا عليه سمنه ولا زبده ولا زيت اللي انتم تبون. بعد الحين بحط عليه زبيب نقعته ما حار، بخليه مع لين يتحمر البصل وتتنفخ حبه الزبيب. انا بحط عليه برضه جزر، طبعا الكشنه خواتي لكم الخيار، تحطون اللي انتم تبون، لو تحطون وش ما تحطون، لو تحطون بس بصل وسمنه طلعت وش زينه. تقدرون تحطون بطاطس مقلي، تحطون مكرونه، تحطون شعريه، تحطون انت. انا سويت كذا نوع من الكشنه معكم، تلقونها بالانستغرام وبالتليجرام، ليلى حشوات متعدده. اهم شيء انكم ما تحطون الرز كذا ساده، يطلع فرق معكم ما شاء الله تبارك الله. الحين بكمله معكم باذن الله. حطوا مصفر، هذا اللي يقولون عنه صفار الزعفران، هذا هو يحط بالكشنه ما يحط بالقهوه. لا اله الا الله، لا تنسون تملحونه لانه الجزر حالي خواتي، والزبيب هذا ثاني عجز الطعام. شوفوا هنا حطيت ملعقه صلصه عشان تصير الكشنه حمراء، اذا حطيته على الرز وابيض تطلع الطبقه اللي فوق لا اله الا الله حمراء. وبحط نص ملعقه بهارات الكشنه اللي هو ليمون اسود. بسم الله، هذا الرز عليه الكشنة. كيف تهيب الله تطلع كشنة فاخرة، شوف اللون خلاص تقريبا الحين انتهت. احطه على الرز، خلنا نشوف رزيزتنا ايش صار عليها. ان شاء الله تبارك الله ما شاء الله،
شلون الحين؟ خلاص شيلها كذا كشنة، شوفوا شلون الحبة، شلون نثري ان شاء الله كل حب الحال. والريحة واو، ما احكي لكم صراحة، شيء فاخر من الاخر. هذا الكبسة السعودية على اصوله. ليش انا دائما اكرر اني اسوي الكبسة لكم؟ لان هذا الطبق المعروف بدول الخليج كله، واذا رجعتي بالكبسة فانت اجتزتي جميع مشاكل الحياة. وزع الكشنة الحين على كل الرز عشان تشرب الطعم. حاولوا تكشنون خواتي يابسة من يابزبدة أطعم من الزيت. شفتوا؟ مع اللي ويمينات حاولوا طيصونن عشان ياخذ الطعم هذا يلينن. خلاص الحين بعد ما حطينا كشنة احسبوا له لا إله إلا نص نص ساعة على نار هادية. خلوه تمسمس ويسكر على قولتهم. خالي ابن اول الله يغفر له ويرحمه قال لمرته حطي الغداء، قالت خلوه يسكر، قال يا بنت الحلال اذا سكر ذبحنا. الله يغفر لهم ويرحمهم ويوسع منزلهم. فانتم خلوه تسكر وخليته مسمس وخليه يزين على نار هاديه نص ساعه. ما شاء الله تمتعوا، على بال الدجاجه ما تتحمر. تبي تسوي معه سلطه، تسوي معه مرق، تسوي معه اللي انتم تبون. اول شيء اشيل الكشنه عن وجه الرز، كلها قشة ما خليه شيء أبد، مع الليمون مع الفلفل. الله يا بنات الريحة ما أحكي لكم، الله هذه كبسة أهلنا من أول لما سويناه حطيناه بالصحن، قلنا يوبا كم قضى الغداء. الله بس على ذيك الأيام، الله المستعان. شفتوا شلون هذا الكشنة؟ هذا هو الرز قبل تغرفونه كذا حركوه. شوف الرز شلون، شوف شلون نثري. ما قلت لكم ان تثنى مع باقي الم اللي تحت خليه نثري وش سينو. سمعتوا الحبة؟ ترى البخار ما يبين. شوف شلون الطبقات صار شيء ابيض وشيء احمر من الكشنة. ما شاء الله تبارك الله. الحين اوزع الكشنة، حطوا على الاطراف لان اللي بالوسط تحطوا عليه الدجاج ولا اللحم. انتم الكشنه دايم خلوه على الطرف. الله يرزقنا وياكم ان شاء الله الجنه ونعيمه، سهل امرنا وامركم وامر كل مسلم. شفتوا هذه الدجاجه؟ شو شلون تحميره يهبل. الحين نحط عاد التزيين انتم اللي انتم تبون. من اول لهذا نسبنا، قالت امي سووا سحايف طماط ولا قطعوا ليمون. سحايف طماط يعني دولي صحفات يعني حلقات مقطعة. تزيين أنتم لكم، تحطون بيض، تحطون فلفل، تحطون طماط، اللي أنتم تبون تحبون تفضلون. إن شاء الله تبارك الله. شفتوا الكبسة؟ هذه كبسة ولا مو كبسة؟ علينا عليكم بالعافية. إن شاء الله تبارك الله.